السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. جزائري يوضح امر مهم بالنسبه لدواء دوليبران. تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صاحبي بس نوضح هذا الامر، برك هذا دوليبران مين ولا ساسون يجيبونا من فرنسا؟ هذا اللي فيه لاكولا، هذا خاوتي هذا دوليبران نورمالمون ما يشربوش، باسكو كي تشوف لانسيس قران لانسيس هنا سيس كونتيني دو لومبالاج و انفورماسيون، هنا تلقى مخدوم بالجيلاتين كومبوزيسيون دو لومبلوب دو لاجيلين جيلاتين ازوري بين 222 جون، هنا تلقى مخدوم بالجيلاتين، مي هنا ما يقولولناش مخدوم بالجيلاتين. دونك كي ندخلوا لجوجل نعاودوا نديروا هنا لا ريشيرش، دونك نلقاو هنا كي نكتبو دو لاجيلاتين بوكسين و سيدون دو دوليبران، ندخلو هنا هنا يخرج لنا دوليبران هذا بعد. المهم 500 ولا 1000 ما يهمش، هاديك سي كونسيرن لا دوليبران. كي تقرا هنا تلقى ابخي لا ريشيرش يصادر سيرون دو فارماسي انتيروجي كو سات اميتون جينا لاسازي دوريجي فيجيتال ا كونتخاريو دون دوليبران، اون تيجي ليا بيان دو لاجيلاتين دو سو كاي دي تخي بروبابل كي ساجي دو جيلاتين بوكسين. هنا جيلاتين بوكسين يعني لا جيلاتين تاع الحلوف، ايبا خاوتي هذا الدواء ما شربوهش باسكو مخدوم بالحلوف. هذا ما كان. السلام عليكم.